كم لك بعنيزه؟ من 1400 عليك الحساب. يعني الحين احنا دخلنا 42 سنه. الله الله. ما فيش واحد في منطقه عنيزه السعوديه الا ويعرفه، محبوب لدرجه فوق الوصف. بقاله أكتر من 40 سنة عايش هناك. أول ما راح اشتغل في تربية الغنم، وبقى متقن للهجة السعوديين لدرجة لو ما تعرفوش هتقول ده واحد منهم. مين الحاج سعد ده؟ ليه السعوديين بيحبوه قوي كده؟ وليه هو رافض ينزل مصر تاني بقاله 40 سنة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. بطل الفيديو اللي معانا ده اسمه الحاج سعد الصياد أبو هاني. في السعودية كل اللي يعرفه بيقول له يا سعد. سعد لوحدها كده من غير أي تكاليف ولا حاجة، هم بيعتبروا الراجل ده أخوهم وواحد منهم. عاش الحاج سعد في السعودية من أكتر من 40 سنة. أول ما سافر الراجل هناك كان شغال في رعاية الغنم وخلافه، وفضل على الحال ده فترة لحد ما أموره تيسرت وبقى يشتغل في التجارة عند الكفيل بتاعه. الكفيل اللي انتهت حياته من فترة، ومن بعدها والحاج سعد قاعد مع أولاده. الراجل الكبير كفيل الحاج سعد أول ما نزل السعودية كان موصي أولاده إنه لما حياته تنتهي هم ياخدوا بالهم من الحاج سعد ويرعوه كويس، كان معتبره واحد من عياله وليه عنده حق. الحاج سعد عنده خفة ظل فوق الوصف. أول ما تسمع الحاج سعد بيتكلم لازم هتضحك على كلامه وأسلوبه الفكاهي الظريف، وده اللي مخلي أهل منطقة عنيزة في السعودية متمسكين بيه قوي، وكل شوية واحد يروح يقعد معاه ويزوره. بيحبوا يسمعوا كلام الحاج سعد وحكاويه القديمة مع الكفيل بتاعه وحكايات زمان. دي حتى اللهجة السعودية أتقنها الحاج سعد قوي، لدرجة إنه لو ما تعرفش إنه مصري هتقول عليه سعودي، ده سعودي أب وأم كمان. ما هو بقى بيتكلم زيهم بالظبط، نفس الصوت ونفس طريقة الكلام. ده بقى بيهزر مع المصريين اللي هناك في السعودية ويفهمهم في الأول إنه سعودي، وبعدين يقول لهم الحقيقة. الحاج سعد دلوقتي بقى واحد من أهل منطقة عنيزة السعودية، بقى واحد من أهل المنطقة للدرجة الكافية إنه بيشارك في كل المناسبات العامة فيها. مفيش فرح ولا حزن إلا وتلاقي الحاج سعد موجود واقف جنب أهل عنيزة كأنه واحد منهم، علشان كده بيحبوه قوي ومقدرينه جدا، وبيحبوا يقعدوا معاه ويشاركوه أفراحهم وجلساتهم الخاصة. الحاج سعد بقى عارف أهل المنطقة واحد واحد، مفيش واحد في عنيزة ما يعرفهوش، حتى الأولاد الصغار يعرفهم كلهم بالاسم، وهم كمان يعرفوه من كلام أبهاتهم عليه وأجدادهم. الحاج سعد دلوقتي رافض يرجع لمصر نهائي، شايف إنه من أهل السعودية وأهلها هم ناسه اللي بيخافوا عليه وبيخاف عليهم، لدرجة إنه شايف إنه هيفارق الحياة لو مشي، ده حتى عايز يدفن فيها. محبة كبيرة قوي بين الحاج سعد وأهل منطقة عنيزة في السعودية، للدرجة اللي مخليهم هم كمان مش عايزين يسيبوه يرجع مصر، متمسكين بيه جدا. تفتكروا الحاج سعد هيرجع مصر ولا لأ؟ يسيب بحب أهل المنطقة دول كلهم ويرجع، ولا يكمل في السعودية؟ اكتبوا آرائكم في التعليقات.